طائر البشر من إمارة الفجيرة وتحديدا من توبتن، خصومات رهيبة جدا، كل شيء رخيص، وفوق الرخص عندنا خصومات خيالية لغاية 26/2، والحق ما تلحق. 26/2 في توبتن الفجيرة، توفير توفير صح. شوف معي 30 حبة 250 ملي مياه قطرات معروفة، والسعر ب5.5 دراهم وشامل الضريبة. وفر، تابعني لآخر الفيديو، عندي كل شيء رخيص. 40 جبنة، جبنة البقرة الضاحكة، الأربعين جبنة ب10.99 فلس تونة كاليفورنيا، والسعر ب9.99 دراهم. خذ أغراض رمضان قبل ما ترتفع الأسعار. الزيت لتر ونص وأرخص سعر في السوق ب7.99 دراهم. رخيص في توبتن الفجيرة، كل 3 حبات ب6.75 فلس 400 جرام المكرونة، كل الأنواع والأشكال اللي تشوفها، بس 1.5 درهم وشامل الضريبة. خذ حق رمضان قبل ما ترتفع الأسعار. فيمتو المعروف وأرخص سعر في السوق أيضا ب7.99 دراهم وشامل الضريبة. كلك رخيص يعني توبتن الفجيرة. شراب تايجر، شوف السعر كم، ب99 فلس. تعال شوف شو عندي هني، بومبوم مشروب الطاقة ب1.99 درهم وأيضا شامل الضريبة. توفير، شغل بلاش، كل 3 حبات كولا، كل واحدة لتر، والسعر 9.99 دراهم. 18 حبة وأرخص سعر في السوق ب15.75 فلس. فر، تعال توبتن في الفجيرة لغاية 26/2. صابون تايد مش كيلو وين ونص، 3 كيلو ب19.99 فلس. وداوني أيضا كل الروايح، شوفوا ما شاء الله، الحبة ب9.99 دراهم. شيء رخيص والأصلي للعلم، ديتول الأصلي لترين مع بعض ب18.99. شوف شو عندي، هاربك كل 3 حبات 9.5 دراهم و750 الحبة، وعندنا مبيض كل حبة يعني حبتين مع بعض ب7.99 فلس. بلاش مو ببلاش، قول لي بعد. الجسار الكويتي وأرخص سعر في السوق 11.99 فلس. وشوف شو عندي، 4 حبات منظف زجاج، 4 حبات ب8.99 فلس. 216 منديل مبلل وايبس، والسعر ب10.5 وشامل الضريبة. منظفات 5 لتر نوعية ممتازة وسعر ممتاز، كل الأنواع، ال5 لتر ب6.99 دراهم. الباودر أو الفودر اللي ما قلنا، شوف السعر 0.5 كيلو 9.99 دراهم. أيضا جونسون 750 ملي 11.99، وجونسون أيضا هذا بلسم حق الأطفال أيضا ب9.99 دراهم. صدق أو لا تصدق، في توبتن الفجيرة 12 حبة صابون، وفي منها هذا النوع 12 حبة، يعني الحبة أقل عن درهم، ب9.99 دراهم. 1.400 ملي شامبو فاتيكا، الحبتين مع بعض ب11.99 فلس. حق التمر لرمضان للسفرة جميلة جدا، والأجمل السعر ب3.99 فلس. آحة، فخم الجلاس، فخم فخم من الآخر، 6 حبات في الكرتون، هذا الكرتون كل 6 حبات ب8.99 دراهم. 6 ملال من الصغار، والمل العودة يعني الطقم كامل، 7 قطع، شوف السعر كم، ب19.99 فلس. شوف شو عندي هني، حق الفرن واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، كل حبتين أنواع مختلفة ب16.99 فلس. تعال هني شوف الجمال، شوف، وشوف شو عندي هني، صدق إنه فخم ونظيف ويلق صراحة. وعندك هذه النوع، شوف ما شاء الله كريستال، تقول شيء مرتب، طقم 6 حبات ب7.5 دراهم. شوف شو عندي، 3 صياني بلاستيك، 3 صياني ها اكروليك هذا النوع، كل 3 حبات ب17.99 فلس وشامل الضريبة. شوف الحق في توبتن الفجير، الكمية محدودة، حق الحلويات، حق سلطة الفواكه اللي تبغي، حق الفواكه الحبة ب7.99 فلس. محلات الكرك دوروا على دلال، تعال هني مكتوب شاي وقهوة في رمضان، سوها وزع حطها في المسجد، الدل الوحدة ب9.99 دراهم. هنا حق الليلة، حلويات واحتفالات حق الليلة، تعال هني كل شيء موجود، حتى الرزاز موجود، شوف العيون، شوف العيون، هاي حلويات للعلم، بسكوت أنواع وأشكال اللي تبغي، وكل شيء رخيص في توبتن الفجيرة. ما شاء الله كميات، حق توزيعات ما توزيعات، كل شيء متوفر، الحق ما تلحق. بس ليلة أيضا الأكياس بجميع أنواعها، هذه حق العصائر والقهوة تعطون الأطفال، هني أيضا تحطون لهم حلويات توزيعات. تعال شوف شو عندي، احتفالات رمضان كل شيء تبغي متوفر، كل شيء رمضان وحق الليلة، عندنا هني الفيمتو، عندنا الفنر بجميع أنواعه وأشكاله، الفوانيس بأنواعها، هدايا، تزيين المخيم، السفرة،
كل ما تحتاجه متوفر في توبتن الفجيرة. أدوات المنزلية في توبتن الفجيرة. هذا الميلامين جميع الأشكال بإمكانكم تشكلون طقم من أصغر صحن إلى أكبر صينية. هني عندنا السيراميك بأنواع وأشكاله. أيضا بإمكانكم تشكلون طقم سفرة كامل. كل ما تحتاجه من قلاصات، أكواب، جيك صغير، جيك كبير. شوف ما شاء الله كميات هائلة. أيضا شوف هني، تعال هني قسم الأدوات المنزلية. كل شيء تبغيه متوفر. هذا القسم هني حق العصائر، شوف الأنواع اللي عندهم. عندك هني حق المكسرات، الحلويات، البتي فور، كل شيء متوفر. زينوا السفرة بأجمل وأرخص الأدوات المنزلية مثل هاي الأشكال. أيضا بإمكانكم تشكلون طقم. ترى كل شيء رخيص عندهم، أغلى شيء عندهم 20 درهم ولا الباقي كله رخيص. أنا في توب 10 الفجيرة لغاية 26/2. شوف ما شاء الله، هذا القسم قسم التيكاوي، عندهم شغلات عجيبة وغريبة. تبغي هذه الشغلات الصحية موجودة عندهم، بلاستيك، غير كرتون مقوى، قلاصات، صحون، شغلات تغليف، ألمنيوم، شفاف، أكياس زبالة تكرمون، كل شيء. حتى عندهم هذه الشغلات الخفيفة، شوفوا ما شاء الله مكتوب عليها برياني، مكتوب هريس، مكتوب كذا. أمور صراحة فظيعة جدا، يعني لو وديتوها بيت الجيران ولا المسجد ولا أي مكان، لو ما ردوها ما عليها خسارة، لأن سعرها على 7 و8 و10 دراهم. أنا في توبتن الفجيرة، في توبتن عندهم سمك حي. تخيلوا شوف سمكة حية تاخذها وتحطها هناك عندك في حوض السمك، وجميلة جدا، واتوقع سعرها ما ادري يمكن 10 دراهم. في منها عدة الوان واشكال. صدق او لا تصدق، في توبتن الفجيرة هذه الجواتي او الاحذية ارخص من المصنع. اذا رحت اي محل قلت له حط لي خيط بيقول لك ب10 دراهم. الجوتي كامل هذه الكمية كلها، تعال خذها حق صدقات حق هدايا بدرهمين و99 فلس وشامل الضريبة. في توبتن الفجيرة ملابس ايضا تصفيه رهيبه جدا، كل الكميه اللي تشوفونها على 5.5 دراهم وشامل الضريبه.